صباح الخير. ورقة 12 كانون الأول بالرزنامة اللبنانية مثقلة بالأحداث الحزينة من استشهاد جبران تويني عام 2005 وصولا لشهيد فرانسوا الحاج عام 2007. 10 سنين مرقوا على اغتيال جبران تويني والبلد كما العالم العربي دخل بمحطات وتغييرات مصيرية. صحيح لبنان اليوم ما بيشبه الوطن يلي من أجله سقطوا كل الشهداء، ولكن الأزمات المتتالية اللي عم بيمر فيها الوطن عم بتخلينا اليوم نكون بأمس الحاجة لصوت جبران تويني، هو يلي علّى الصوت بوقت كانوا اللبنانيين موضوعين تحت مجهر الخوف والسجون. ب14 أدار كان صوته محرك للشباب اللبناني، وقسماً بالعشر سنوات رح يبقى قسم جبران تويني هو طريق العبور إلى الدولة. الدولة يلي حلم فيها جبران تويني هي دولة القانون والمؤسسات، دولة بتحافظ على قدراتها الشبابية وبتسعى لتأمين الخدمات الاجتماعية والصحية، دولة بتنتفي فيها المصلحة الخاصة وأحلام الرئاسة لصالح المصلحة العامة، وبالانتظار تمرق فصول السنة حاملة معها حنين وأمل وأمنيات، ومهما تأخر جاي. وحده فصل الشتاء ما غير بمواعيده، ومع بداية كانون تكللت رؤوس الجبال بالتلج لتبشر بفصل جديد. كاميرا أخبار الصباح توجهت إلى فريا وكفر دبيان ورجعت بها التقرير. هلا المتلجت كمان دغري علق على المنطقه، وهودي الثلج عم تشوفوه هلا عمره اكثر من اسبوع، يعني شده البروده اللي اجت مع الثلج عم تخليه يعيش اكثر. لا انا بتوقع انه عم بيقولوا هلا انه هاي الجمعه جايينا انه رح يجي ثلج بكانون الاول بعد مرتين، رح يجي تقريبا مرتين. قديش تجي السمكات هيدي ما نحن ما بنعرفها. بظاهرة لم تحدث خلال الأعوام القليلة الماضية، تكللت رؤوس الجبال اللبنانية بالثلج عبكير هالعام ليتبع مباشرة موج من الصقيع والبرد القارس، حيث تدنت درجات الحرارة على أيام عن 4 درجات تحت الصفر بالمرتفعات والجبال. فهل رح تكون هالظاهرة الطبيعية مقدمة لسنة بيضة بتخفف سواد الأزمات، أم العكس دليل على سنة باردة معدومة الثلوج؟ بدك تسأل الكبار، نحن بعدنا شباب، الكبار بيعرفوا بهالأشياء. نحن بس ما بعرف، عم بيجي سقع كثير شمالي مخوفنا شوي، يعني شمالي بتأخر الثلج. فرقية من زمان وجاي، بس تجي هيدي الطقس هيك وهالملاح بيجي أكيد شمالية أكثر من ثلج. هيدا الثلج هيك فوق، بس يجي الثلج عالشوار ويرجع لورا معناتها الثلج قليل، بس ينزل الثلج من الشوار ونزول بيوطي بيصال عسهايلة عبلوني. بقى السنة أول شتوية باينوا التلجات على العيلة ورجعوا راحوا من العادي هيك، معود لما يجي الشمال يكون تلج قليل، إن شاء الله تكون غيرة. العم توفيق بطيش اللي عم يستفيد من يوم خريفي دافي لتقدير وتجهيز قنان خل التفاح بيقول انه الدنيا تغيرت وما عاد حدا يعرف لها، وبيسترجع معنا بكلمات قليلة الفرق بين الماضي والحاضر وذكريات عن شتويات الماضي، حيث كانت أشايرها بتختلف كل الاختلاف عن اليوم. بس التعس غير عن الماضي، صار يجي موجات، كان قبل بيومين ثلاثة تهوي تعمل أشايرها، هلا ما بعد بتجي شوية وبتروح شوية. أنا عفيقي كنا نشتي بالساحل، باع صوار المركب تعمل 20 سنتي، يجرفوا بجعيتها بسعيلي بعنطورة، يجرفوا الثلج عن السطوح، كان البطون عليل بعده وقتها، ما بقاش في منها، ما بقاش من تعمل هيك، العلب بصير يصرخ وجيت موجي وعاصفة مش عواصف. كان الملاح يصال عبلوني في جران كبار دقين الحجر، نعمل صير نزحط عليه نعمل سكية عجليد. أنا في 3 مطورة عن السطح جرفتون. Thank you.
مئات المؤسسات السياحية وغير السياحية اللي بتنتشر بمرتفعات كفر دبيان، فاريا وغيرها بتنتظر على أحر من الجمر بدء موسم الثلوج لتعاود نشاطها بعد سبات الصيف الطويل. عم تقلي شو الأثر الاقتصادي؟ هون المنطقة بلا تلج ما لها وجود، ما لها وجود نهائيا. نحن الاتكال الأساسي على التلج، التلج مفاعيله صيفية وشتوية. المفاعيل الصيفية كلنا بنعرفها هي الماء، ونحن أراضي زراعية بامتياز. أما بالنسبة للموسم الشتوي، الموسم الشتوي هو بحرك العجلة الاقتصادية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب بلبنان. هي ساعة بيجي التلج والعالم كلها بتستفيد، لأنه بس جاش تلج ما علي ما عطلي. كل الناس بيستفيدوا، بيجي سواق على لبنان. الفرق كتير بعيد بين السنة اللي بيكون فيها تلج واللي ما فيها، لأنه التلج مش بس بفرية بنستفيد منه، المنطقة كلها بتستفيد منها، إن كان من ناحية السياحة وإن كان من ناحية الشغل. المحلات كلها بتشتغل، محطات البنزين، محطة السياحة بعيون السيمان. هون بلا تلج ما فيها شيء المنطقة، أهم شيء التلج. يعني لبنان كله سياحة، هاي من ضمن السياحة. نحن هون كسكي لعن محل لسكي، كمان العالم بتجي بتاخد سكيات، بتستأجر تشتري، فأكيد هيدا بيساعد كتير انه تكون الحركة احسن. يعني كل الامل انه تحمل الايام القادمة الثلوج البيضة للبنان، وانه ما ينحصر بياضة على جبال بل يطال النفوس والقلوب. نتابع حلقتنا لننتقل إلى قاعة بيير أبو خاطر بالجامعة اليسوعية، ونتابع أمسية فنية للفنانة عبير نعمة يلي قدمت مجموعة منوعة من أغنياتها الجديدة إضافة إلى أغنيات أعادتنا إلى زمن الجميل. رافق الفنانة عبير نعمة الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي. تقرير. بحضور مميز وصوت خبير وأنيق ومتمكن بكافة الأدوات الفنية، طلت عبير نعمي على مسرح بيير أبي خاطر بالجامعة اليسوعية. غنت عبير برفقة الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي، فأطربت ونالت تسويق كبير بيستحق حضورها وصوتها النادر. الحقيقة هذا كونسير شرقي بامتياز، في لأم كرسوم، لست فيروز كتير، في لأسمها، لزكي نصيف، وفي كمان أغنيتين من ألبوم اللي عم نحضره هلأ من ألحان مرسال خليفة الكبير، مرسال خليفة. فيعني البرنامج متنوع، وأنا أول مرة بشتغل مع الأوركسترا الشرقية بشكل خاص بلبنان. جو كتير حلو، عم تغني بين فيروز وأسمهان وأم كلثوم الأشياء القديمة اللي ما كتير مشغولة، وحيكون حفلة حلوة. عبير نعمة من الأصوات الجميلة اللي بيعتز فيها لبنان والعالم العربي بزمن بتحسي إنه في من التخبطات على والمخاضات على كافة المستويات. إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين.
عبير جيل بكل أنحاء العالم وتنقل على أهم المسارح ودور الأوبرا، فأصبحت فنانة وباحثة موسيقية عالمية ومن لبنان. ممتعة والله يخلي لها الصوت الرخيم، إن شاء الله نفرح وننبسط لهالبلد يعم الفرح بهالأجواء بهالمناسبات السعيدة بهالأعياد وهالحوار الحلو، وهيدا الحوار الحضاري، حوار الموسيقى والنغم والصوت الجميل والشكل الحسن. أول مرة عم بحضر لها، بس بعرف شوي من أغانيها مش كتير، بس فنانة ممتازة باب أول، الله يوفقها، وهذا شيء مفتخر فيه نحن بلبنان. أنا سمعتها ليلى عند صاحبي ميشيل بالبيت من شي سنتين وعجبت كتير فيها، بقى ليلى مبسوطين نجي ونسمعها هون. أكيد بيبسطنا كتير، وعبير صوتها لا يعلى عليه من أهم الأصوات. كتير بيعجبني صوتها، كتير حلو وشخصيتها حلوة. صار القمر أكبر عتبنا وصارت زغلوني تاكل عيد اللوز والستة حيثك ما معرف إلا دوني أقول من يومها صار القمر عتلنا وصارت زغلوني تاكل عيد اللوز والسكر. نعمة الصوت والحضور يلي بتتميز فيه عبير نعمي جعلها سفيرة الحوار الثقافي والموسيقي وسفيرة الطرب والفن الأصيل بلبنان، والحضور يلي ضج صوت تسفيقه بالمسرح بيثبت انه عبير هي نعمة فنية بلبنان والعالم. بتجنن الصوت الملائكي. انا جاي من لوس انجلوس وكتير مبسوطة انه عم بحضرها اليوم، الله يخلي لها الصوت ويباركها يا رب. انا مش حافظة لانه هي بتغني لرحابني، بتغني يعني لخليفة، بس انه شو حافظة، لا مش حافظة. هلا بحب صوتها، صوتها رائع. انا سمعت عنها كتير، ومن نوع اللي دارسين الموسيقى واللي صارت عالمية تقريبا، ومن الأصوات الحلوة كتير خصوصا بالأوبرا. بالآخر هي تراثي، تراثي لبناني، وأكيد كل لبنان بيجي بيفضل يجي يحضر.